انا سالت كل الناس اللي تحت وسالت كل المحلات قالوا لي ما في حادث اليوم. انا بدي افهم، بدكم جننوني؟ بدكم تجيبوا لي الجلطه انتو؟ بدي اعرف نور وينها. اصلا نور مو اليوم اندعست. شو؟ مو اليوم؟ ولك انا امبارح حاكي معها على التليفون وما كان فيها شيء. ايه طبعا ما فيها شيء، لانه وقت اللي اندعست كانت صغيره. هي اصلا قالت لي، حكت لي انه لما كانت صغيره اندعست بالسياره. ولك انت عم تضحكي علي حبيبي؟ ليش معصب وصوتك طالع؟ نور؟ نور وين كنتي لهلا؟ أنا هلا بدي أعرف وين كنتي ومع مين وشو اسمه اللي كنتي قاعدة معه، هلا بدي أعرف الحقيقة نور، ليكي وإذا بتقولي لي أنا بوعدك إني سامحك، بتعرفي قديش أنا مخي كبير وديمقراطي، بس أهم شيء عندي، أهم شيء هي الصراحة، وين كنتي قاعدة أنت وياه؟ بالحمام. بالحمام؟ إيه حبيبي، أنا كنت بالحمام، شو صار يعني؟ لك 3 ساعات قاعدة بالحمام بدك يعني صدق هي الكذبة؟ وليش جنابهم ما قالوا لي إنك بالحمام؟ مع أساس كنتي عند الست هزار؟ إيه نونو أنتي كنتي عندي الصبح، شو بكي؟ ايه مزبوط، انا كنت عند هزار. وما رحتي لعند سميحه على الكليه تودي لها الدفتر تبع المحاضرات؟ لعند سميحه؟ يحرق حريشك يا وائل، نسيتني. ايه حبيبي صحيح، كنت بدي اروح لعند سميحه ودي لها دفتر المحاضرات، قام اتصلت فيني وقالت لي مش الحال لقيته. ايه مزبوط، انا لقيت دفتر المحاضرات، مشان هيك قلت لها نور لا تجي. اما طفيت موبايلي وقلت حقك يا بنت تعملي هيك دوش تسترخي فيه، بتعرف حبيبي انا كثير بحب دلل حالي. قام عبيت لك يا وائل هالبانيو وعبيته كله صابون، فقاعات فقاعات فقاعات، بتعرفني قديش بحب الصابون. حزير شو صار؟ غفيت، نمت عن جد نمت. يعني انا معقول صار لي نايمه 3 ساعات؟ انت صار لك هون 3 ساعات؟ يحرق حريشك يا نور، يحرق حريشك انت، ونحن كل ببالنا انه انت عم تمشي. وليش قلتي لي انها راح تتغدى هي ولبنى؟ لانه انا كثير تلبكت وما عرفت شو بدي اقول لك، كنت مفكره انه ميديا عم تتغدى مع لبنى، بس لما شفتك كثير معصب قلت بجوز نور عم تتغدى مع لبنى. وائل يعني انت شكك صاير هيك لا يطاق بصراحه، وانا بدي لاقي حل لهالموضوع. طيب انا اسف حبيبتي، يعني والله انا بحبك وبثق فيكي وانا ما عم شك فيكي، بس والله خفت، يعني خفت عليكي بس. ما تواخذوني يا صبايا، يمكن عصبت لي شوي، بس بتعرفوا ضغط الشغل وتعب، حقكم علي. اي بسيطه بسيطه، كبروها بتكبر صغروها بتصغر. خلص نور ما انا مستاهله القصه، لفلفولنا اياها تصالحوا يلا. شو نسيان يا بلول؟ نسيان ان انت اخونا الصغير بس كرمال الصبايا. ايه وانتي ميديا شو بكي ليه زعلانه من وقت اللي جيتي؟ انتي مانك معنا، مانك على بعضك، صاير معك شيء؟ ما في شيء ما في شيء حبيبتي ميديا. احكي ليك، هون ما اخذتي الدور؟ انا بحكي لكم، من وقت ما فاتت ساوت المقابله لهلا وهي لا من تمه ولا من تمه، مثل ما نكون شايفين. خلص ما في شيء، ببساطه ما صار اي اتفاق. يبعت لك حمى يا نونو. ليش ما قلتي لي انك متصوره مع قصي خولي تضربي انت ولبنى لتموت علي لك قصي؟ انا يا الله. شو بدك بالكيس؟ شان خاص هاتي شوف هاتي. لك اتركه هاتي يا ابو. متصورة مع قصي خولي يا نور؟ وائل حبيبي. نور شو هاد؟ شو هاد؟ أنا عم بسألك شو هاد؟ حلوة ما؟ حبيبي هي صورة تطبيق كمبيوتر. لك شو شايفتيني حمار لحتى عم تقولي لي تطبيق كمبيوتر؟ عم بقلك تطبيق كمبيوتر. بعدين شو هاد؟ خلص حاحكي لك. خلص خلص لا تعصب لا تطلع فيني هيك حبيبي. ما بعرف هي لبنى الغليظة، يعني بس شافته هيك انبرعت فيه، بحياتها مو شايفة ممثل، وطلبت انه تتصور معه فأنا هيك تصورت. بس تصدق ما طلعت معه بالسيارة، قصدي يعني طلعت معه بالسيارة. طلعتوا معه بالسيارة كمان؟ طلعتي معه نور بالسيارة؟ اي حبيبي بس ما عاد جنبه، عاد ورا. قلت له حبيبي خطيبي وائل بغار علي كتير.